أهلا وسهلا بحضراتكم، وعدنا بعد الفاصل قراءة المشهد بصحبة أستاذنا الدكتور العظيم سمير فرج اللي مشرف ومنور ووحشني جدا جدا على المستوى الإنساني، وشكرا جزيلا لتلبية دعوتنا. ست لو، أخبار معليك إيه؟ كله تمام الحمد لله. سمير بيه، الحقيقة الأوضاع مش محتاجة تقديم، والمشاهدين جميعا شايفين ما يحدث حولنا، بس خلينا قبل ما نبدأ في قراءة الأوضاع والمشهد وجبهات الحروب المشتعلة حوالينا، عايز أخد رأي وخبرة سيادتك في تفتيش الحرب اللي شاهده النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتيش حرب للفرقة السادسة مدرعة في الجيش الثاني الميداني. أنا اسمح لي، أنا قبل ما حضرتك تخش، أنا كمدني كده وكعلى قدي فتيت شوية فيما يتعلق بالانطباعات اللي جات لي كمواطن مصري وأنا بتفرج على تفتيش الحرب، بس حضرتك طبعا تقدر تقول للناس بشكل فيه معلومات أكثر يعني إيه تفتيش حرب. طب تفتيش الحرب ده هو أرقى مستوى بتصل فيه الوحدة أو التشكيلات في القوات المسلحة. اللي أنت شفت الفرقة دي النهاردة 40 أو 50 ألف مقاتل بدباباتهم بعربياتهم بصواريخهم بمدفعيات بكل حاجة تحرك فورا تقاتل. الدبابة اللي موجودة فيها شدة الذخيرة كاملة، كله كامل. تنك البنزين مليان على الآخر، انت فاهم؟ المدفع متعاير. يعني ايه المدفع؟ الدبابة دي ما بتخش وتقعد شهرين ثلاثة بتتدرب وبتجري وبتنزل. المدفع بيحصل فيه انفصال بين الجسم، بنسميه المعايرة، لازم يدخل عشان يضرب الطلقة في الهدف. فعش كل ده بيتعمل. الازاز بتاع العربية اللوري يكون شغال. انت مش متخيل كل فتلة في الفرقة دي النهاردة كانت متعايرة صح. الكتيبة الطبية بتاعت الفرقة تفتح مستشفى ميداني 180 سرير، الاكسجين مليان. يعني معنى كلام سيادتك ان النهاردة الفرقة دي جاهزة لتنفيذ اي مهمة تكلف بيها بكره الصبح. اولا لا بعديها بساعه على فكره. احنا مش اصطفاف وبس، الاصطفاف ده للمنظر. سياده الرئيس بعد ما مشي دخلت حاجه اسمها عندنا هيئه التفتيش، اللي هو المدرع اتفضل مهمه خد اختبر القاده والضباط ويطلع ويتحرك وينفذ مهمه. كتيبه الصواريخ بتاعت الفرقه اطلع افتح كتيبه الطبيه، كل اللي انت شايفه ده مش بنتكلم ان اصطفاف ومنظره لا لا لا، في مهام اخرى بتنفذ. يعني سياده الرئيس هو اللي شاهد الاصطفاف بس، ودايما القائد الجيش لو كان اصطفاف عادي تمام، بيجوش سياده الرئيس بعد الاصطفاف تخش عندنا هيئه تفتيش مهام اللواء ده، الكتيبه دي اطلع اتحرك افتح فتش عليه، وهي اللي بتتاكد بقى زي ما حضرتك قلت كده من المعايره وتنك البنزين وبيضرب نار وبتضرب نار ميدان الرمايه. انا مش ده، لا بقولك اعلى مستوى بتصل الى القوات. قبل ما اخش على تفاصيل اكتر، ده بيكمل ايه؟ هي. يوم الخميس اللي فات اظن مصر ماتت نامت ليله سعيده ولا لا، واحنا بنشوف ولادنا في الكليات العسكريه صحيح بيتخرجوا بهذا المستوى الراقي. حقيقي انا كظابط قعدت كام سنه واشتركت في اربع حروب، كنت في منتهى السعاده انا اشوف ولادنا بهذا الجيل الجديد ده اللي هيشيل مصر في المستقبل، شفناه بهذا المستوى الحمد لله. النهارده بقى لما حصل تفتيش الحرب ده هتقول حاجة؟ عايز طبعا اقول لحضرتك تأكيدا اولا على كلام حضرتك بسعادتنا كلنا بالمستوى الرائع اللي شفنا فيه طلبتنا وهما بيتخرجوا يوم الخميس، ومستوى مقاتلينا وجنودنا النهارده. السؤال المهم اللي انا عايز اسأله سيادتك، بعد ما طمنتنا دلوقتي على جاهزية قواتنا، وزي ما حضرتك تفضلت دي فرقة واحدة في جيش واحد، فما خفي كان اعظم ان شاء الله. على فكرة احنا زمان ايام 67 كان عندنا فرقة واحدة، فرقة الرابعة مدرعة بس. الفرقة المدرعة دي تشكيل رهيب. 40,000 عسكري النهاردة اللي انت شايفهم، بسم الله ما شاء الله، كلهم مؤهلات عليا. خلي بالك لان الفرقة دي النهاردة احدث دبابة في العالم، M1A1 الامريكاني، كل الطقم بتاعها جندي مجند مهندس لان كلها كمبيوترايزد، فلازم يبقى على علم باستخدامها وكل المعدات. خلاص النهاردة بقت الدنيا، العالم تطور. ممتاز. تمام تمام. سؤالي بقى هنا، لماذا الان؟ وهل في دلاله للمكان اللي اتعمل فيه كمان تفتيش الحرب؟ سؤال هايل. ده اتعمل فين؟ في الجيش الثاني. صح. الجيش الثاني مسؤوليته فين؟ وسط سيناء لحد الحدود الدوليه. وضحت؟ مفهوم. لما تكون القوه الضربه بتاعت الجيش الثاني الميداني تمام
لسه بقى عنده حاجات تانية كتيرة جدا طبعا، فرقة المشاة الميكانيكية واللواءات المستقلة والصواريخ. الفرقة دي في الجيش التاني في الإسماعيلية، خط بتاعها حدود الدولية. وضحت إلى من يهم الأمر؟ طبعا. تمام. التوقيت. الفترة اللي فاتت ناس قلقت، شافت غزة بتتبهدل ولبنان بتتضرب حتى العراق والدنيا، طب في ايه؟ فكان لازم مصر تطمن ولادها. يوم الخميس اللي فات شفت الجيل الجديد ده اللي هيقود المسيرة الفترة اللي جاية، وشفت النهاردة ادي الفرقة مدرعة اقوى تشكيل بره فرقة مدرعة الارمر ديفيجن، دي حاجة رهيبة. انت فاهم؟ زي ما قلت لك دي اللي هو مدرع، اللي هو ميكانيكي، اللي هو مدفعية، اللي هو صواريخ، كتيبة مخصوصات مضادة الدبابات، كله ده مظبوط. لا وشفت معاهم مظلات وشفنا جوي كل ده اللي صحيح. ايه الفرقه دي لما بتهاجم مش هاجم لوحدها، مظبوط، بتاخد دعم جوي. فالنهارده في العناصر المراقبه اللي بتوجه الطيران عشان تضرب موجوده بتشتغل، صح، لان الفرقه مش هتهاجم لوحدها، مظبوط، بتاع انابيب الوقود عشان وهي ماشيه ده جيش. احنا هاجمنا في 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 بتاع دوت في 6 اكتوبر عمرنا 5 فرق. انت فاهم؟ فانت النهارده شايف قوه كبيره جدا لمصر. بسم الله ما شاء الله. دي مع يوم الخميس رساله. اول زي ما انت قلت من شويه اطمئنان للشعب المصري. أيوة. تنام وانت مطمئن، كل اللي بيحصل حواليك ده لا، انت عندك جيش يامنك. ورساله الى من يهم الامر، اوعى تحاول، اوعى تخش. انت قلت فن الردع. الردع عسكريا او الاصطلاح الاجنبي ديترانس، رغم انه فرنساوي لكن هو عالميا حلو. الردع حاجتين، ايجابي ومعنوي. ايجابي يعني ايه؟ انت يوم لما اتذبح عندك 20 مصري في ليبيا، مصر ما استنتش تاني يوم الصبح، بالليل كنت داخل واخد حقك، ده اسمه ردع ايجابي. هل من يومها حد قرب لخدش لمصر في ليبيا؟ لا، لانه شاف الايجابي. الردع السلبي اللي احنا عملناه النهارده المعنوي، المعنوي اسف، ايدك انت بتشوف ادي قوات الجيش المصري. على فكرة العرض ده النهاردة في ناس هتقعد تتفرج عليه اسبوع وعشر ايام، كادر كادر وصورة صورة. قصدك تحلله وتدرسه؟ تحلله على الناحية التانية. آه. وتدرسه وتحلل ده عندهم ايه؟ الله، ده الصواريخ كده، الله، ده الفرقة معاها دفاع جوي اللي هو صواريخ. فبالتالي ده ردع معنوي الى من يهم الامر، اللي هي ما تحاولش تهزر معايا. ما فيش. هو شاف فرقة مدرعة على اعلى مستوى دبابات في العالم، شاف اللي هو الميكانيكي بتاعها، شاف الصواريخ بتاعتها، شاف الوحدات الاداريه، شاف وحدات ازازه الالغام. لا لا لا، هم فاهمين كويس الحمد لله. بصراحه يعني كانت رساله لينا كمصريين، رساله فخر واطمئنان عظيمه. يعني ربنا يحمي جيشنا يا رب دايما. طيب زي ما انا قلت لمعاليك في بدايه الفقره، انه الحقيقه ما كناش نحب في المنطقه انها تصل الى هذه المرحله من الاشتعال، كل الجبهات اشتعلت. والحقيقه اسرائيل بقياده نتنياهو فاتح النار في كل الجبهات، ويبدو ان ما فيش حد قادر يوقفه، يعني لا المجتمع الغربي ولا الولايات المتحده ولا حتى المؤسسات الدوليه. فمش بس مواطن هنا في مصر، مواطن في العالم كله دلوقتي بيقول هذا الجنون اللي بيقوده نتنياهو هيقود العالم والمنطقه لفين. لو نشوف اول صوره اعتبر، بعد ما كانت اوكرانيا وروسيا عاملين قلبه وفي مش عارف في بحر الصين فين، اصبحت النهارده بؤرة الصراع في العالم الشرق الاوسط. صحيح. صح؟ صحيح. دي اول صورة. ماشي. طيب بعد كده عشان نخش تفصيل بقى. احنا النهارده بدأنا السنة التانية في حرب غزة. صح. يوم 7 اكتوبر السنة اللي فاتت بداية الهجوم على غزة. فاحنا النهارده غزة بعد 36 يوم. 365 يوم. طب نشوف بقى الخسائر ايه عشان برضو نجمع بقى السنة. اول حاجة عندنا 42,000 شهيد فلسطيني، عندنا منهم 17,000 طفل، وفي الضفة الغربية استشهد 742، ده دولت بره الحرب، مظبوط، انما الضفة مشتعلة. نزوح 1.5 مليون مواطن، صح، بيوتهم اتدمرت وبتاع دوت. البنية الأساسية 92% اتدمرت في غزة، المرافق الصحية 84%، المباني 66%، 265,000 وحدة سكنية اتدمرت. تمام. طب احنا عملنا ايه في الناحية التانية؟ مصر بقى، مصر
عشان نتفك عملنا ايه؟ لا عملنا كتير. احنا اكتر دولة قدمت مساعدات واكتر دولة انضرت، خلي بالك من دي كويس قوي. امال طبعا هنتكلم عنها. اولا احنا دفعنا 123,000 طن مساعدات غذائية مصرية 19,000 طن شاحنات تطلع من مصر، 26,000 طن مياه صالحة للشرب. احنا النهاردة في 3 محطات تحلية موجودة في رفح من القوات المسلحة بتاخد مية البحر تحليها وتدي الناس اللي فين؟ في غزة. في 3 مخابز القوات المسلحة بتطلع 500,000 رغيف للأهالي اللي في غزة. وبعدين 10,000 طن من اللي هو الوقود المصري. بسم الله ما شاء الله. اسرائيل خسرت ايه؟ ده اللي اعلنت عنه، الله اعلم وانا واثق انها اكتر. انما تبقى للكلام 726 قتيل و1200 مدني قتلى من اسرائيل، 58,000 نازح اللي هم سابوا المستعمرات في اسرائيل وهربوا منها، وبعدين 4,500 مصاب. احنا اتقالنا قبل كده انهم كانوا 10، لكن اللي اتقالت احنا نمشي معاهم تمام، و251 رهينه عند اسرائيل. الصواريخ اللي اتضربت عليها من غزه 13,200 صاروخ، من لبنان حتى الان 12,400، من ايران 400 صاروخ، من اليمن 180، من سوريا ونقصد حزب الله 60 صاروخ تمام. النهارده اسرائيل او المنطقه فيها الصوره الثانيه بقى فيها 3-4 جبهات بتشتغل، فالدنيا مولعه في المنطقه. طيب عندنا لبنان وغزه دي جبهتين وهنتكلم عنها، غزه خلصوا الفتره دي وداخلين على لبنان، وبعدين ايران ربنا يستر على اللي جاي، ثم اليمن. انت عندك 4 جبهات، طبعا في سوريا وفي العراق دول مكملين، انما الجبهات الرئيسيه يوم ما بدا القتال يوم غزه الاسرائيليين مشوا زي الكتاب. الاسرائيليين بيتبعوا العقيده الغربيه اللي هي الدراسه، كلهم خريجي كليه كامبل الملكيه في انجلترا، اركان حرب، تال الي عازر، جونين، شارون، رابين، كلهم متخرج اللي انا درست فيها في انجلترا. كويس. الاسلوب ده بيمشي بالفيسز بالمراحل، مشوا زي الكتاب. اول مرحله كانت ايه؟ غزه، اللي بدات يوم 7 اكتوبر تمام؟ ايوه. قعدوا فيها قد ايه تامر؟ 11 شهر. مظبوط. طب هما كانوا حاطين للعمليه دي 4 اهداف. 1 اخراج الرهائن بالقوه، حصل؟ لا. 2 القضاء على حماس، حصل؟ لا. هو اضعف حماس، لان حماس بتقفل 11 شهر، لا بيجي لها ذخيره ولا سلاح طبعا من بره. انهكها واضعفها طبعا. فاضعفها عشان نكون صراحة. صح. الاستيلاء على غزه، هل استولوا عليها؟ لا. لا. الحاجه الرابعه اللي يعني تبقى الحرج مصر، انه كانوا عندهم خطه الترانسفير، نقل سكان، وذاك قعدوا يزقهم من الشمال للجنوب عشان يروحوا فين؟ فكره التهجير. التهجير الى سيناء. نعم. وللاسف كان الرئيس مرسي اداهم الوعد ده، ولكن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي انسى، والحمد لله مصر نجحت. وكان فكره الرئيس السيسي ايه؟ هو اي كيان دوله عباره عن ايه؟ ارض وشعب لما انت تاخد الشعب ده تهجره والارض تروح لاسرائيل، مفيش دوله. صح. فكده احنا السيد الرئيس قال بنفرغ القضيه من مضمونها واترفض. احسنت. فدي العمليه الاولى. خلاص بارت او فيز 1. فيز 2 راح داخل على بعد 11 شهر داخل على جنوب لبنان. والصوره بتاعتنا اهي داخل على جنوب لبنان اللي احنا شغالين فيها المرحله ايه؟ الثانيه. المرحله الثالثه يا تامر اللي احنا مستنيينها كل يوم، انا بنام وفتح التلفزيون 24 ساعه اقلق كل شويه بص ضربوا ايران ولا لا، اللي هي المرحله الثالثه وانا هقولها بالتفصيل. كويس. نرجع بقى على المرحله الثانيه اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي لبنان. اللي هي لبنان جنوب لبنان، نبص على الصوره اللي نخش نخش على الصوره الثانيه، المرحله الثانيه جنوب لبنان. ايوه هنلاقي ان احنا لا اللي بعديها من فضلك، اللي بعديها لا بعدي. اللي بعديها اللي بعديها ايوه هنا بقى. انا الناس بتسمع الجنوب اللبناني، ايه الجنوب اللبناني؟ الخط الازرق ده على الخريطه هو خط الحدود بين لبنان وبين اسرائيل. تمام تمام. ودايما يقول لك الخط الازرق لان هو ده اتحط في القرار بتاع الامم المتحده. المنطقه الحمراء دي بتسمى الجنوب لبنان. بيفصلها ايه؟ نهر الليطاني اللي فوق. صح. تمام. وعشان كده في 2006
لما اسرائيل هجمت على جنوب لبنان وحصلت المعركه وبتاع، طلع قرار مجلس الامن اللي هو 1701 وقال ان المنطقه دي تبقى تحت سيطره الجيش اللبناني، وحط قوات اليونيفيل الدوليه. مظبوط. خلاص الفتره اللي فاتت لما بدا الحرب اسرائيل اجلت ان حوالي 80,000 من المستوطنات. لما بدات بقى المرحله دي بدات ازاي؟ بدات بعمليه استخباراتيه وحشه من اسرائيل، وكده بالبلدي اسرائيل دخلت جوه بطن حزب الله، مع ان ما عملتش الكلام ده مين في حماس. صح. يعني الناظر حد حامد لحد دلوقتي اللي عندهم مثلا توابع قالوا لهم فين فين الرهائن فين؟ كان يقولوا لهم صح؟ صح. لا واضح ان الاختراق كله في حصل لحزب الله. حزب الله عملت ايه الاختراق الاولاني؟ راحوا جايبين الاجهزه البيتشر الصغير. طبعا حزب الله قال لك انا عايز جهاز يكون موديله قديم عشان ما يتلقطش. على فكره التليفونات دي بتتلقط، عارف انت لو عندك التليفون القديم ابو 300 جنيه بتاع زمان ما يتلقطش، تخيل. مظبوط. فقالوا نجيب اجهزه بيتشر عشان ما تطلعش بالاخبار الصناعيه. الاخبار الصناعيه. فقالوا هنجيب 5000 جهاز. هنا بقى العميل دخل قال لاسرائيل دول هيشتروا 500 جهاز بيجر. 5000. فراحوا قالوا طب نبدا لهم نديهم ايه؟ طبعا الجهاز البيجر اتصالاته قليله بتاعه وخلافه. راح قالوا لهم ايه؟ في شركه اسمها ابولو في تايوان. الصوره اللي بعديها. ابولو دي في تايوان، فطبعا واغروهم بقى في تايوان يا تامر. ما هيش دوله اوروبيه، مش هيفضحوهم، مش هيكشفوا. فحزب الله انبسط هيشتري من تايوان. اللعبه الثانيه راحوا عاملين شركه الاسرائيليين الموساد شركه في اسمها باك، تمام، في المجر عشان تبقى وسيط. ده ريح مين؟ حزب الله. قال لك يبقى في وسيط في النص. فعملوا العقد، ال 5000 جهاز جابتهم شركه ابولو، ادلهم في الشركه المجريه. وهناك في المجر بقى طلعت الفنيين الاسرائيليين خدوا ال 5000 بيجر، راحوا حطوا فيه من جوه الجهاز اللي او البتاع اللي بتفجر. يا نهار. فبالتالي اول ما يضرب الجهاز يرن رنه معينه ينفجر. تخيل. لما راحت هذه عمليه مخابراتيه كامله 10 من 10. طبعا 10 بس عشرة. اعتمدت على ان في عميل جوه، في خيانه، خيانه جوه، قالت لهم الكلام ده. تمام. وفعلا يومها تمت العمليه، ولاول مره تحصل في التاريخ 3000 فرد من حزب الله يخرجوا بره المعركه. ليه؟ الجهاز ده يا تامر بيبقى قد كده، يا الانسان بيحطه، فلو انفجر هنا بيضيع المعده بقى والحته المهمه، او لما يلاقي الجهاز بيعمل زنه بيعمل كده عشان يشوف الرساله اللي جايه. مظبوط. اتعموا. يا نهار ابيض. ف 3000 فرد من حزب الله خرجوا بره الشغل كده. خلاص. طبعا خلاص. تمام. يعني منهم اللي مات ومنهم اللي اصيب لكن خرجوا بره العمليه. لدرجه ان في جهاز كان متساب جوه العربيه. العربيه اتفجرت. صحيح. فقد ايه بيقول لك مش الموضوع بطاريه؟ في الاول بقى لك دي البطاريه الليثيوم هي اللي باظت. لا لا لا، في الاخر هي طلعت الحته البتاع اللي حطوها، الشريحه اللي حطوها دي بتعمل الانفجار. بتعمل كده. مفهوم. تاني مشكله تانيه عملوها بقى الموساد، وهو اغتيال حسن نصر الله. وللاسف امبارح النائب بتاعه اللي كان هيتولاه هاشم صفي الدين اغتالوه كمان. تاكد خلاص؟ تاكد لان لحد امبارح اسرائيل اذعت. اسرائيل اذعت يبقى الراجل بتاعها جوه قال. فهم لسه بيتاخروا. اتقال. والنهارده بيدوروا من الذي سيري حسن. اغتيال حسن يعني حسن نصر الله دي عمليه كبيره قوي قوي. اولا ده في واحد ماشي اولا هم اغتالوا الصف الاول والثاني والثالث قبليه. صح. فكان لازم ياخد يعني ياخد باله بقى. طبعا. يبقى انت ليك الدور. طبعا. تمام. فبعد ما اغتالوا الصف الاول، مش عايز اخش باسماء وكلام من ده عشان الناس، ما انا بشرح بالبساطه. ماشي. اغتالوا الصف الاول والثاني والثالث في حزب الله. فالراجل جاب القاده الجداد 20 واحد وراح يقعد فيهم في الضاحيه الجنوبيه في بيروت. يلقطوا انه داخل، ونشوف الصوره الثانيه، ست عمارات هيقعد فيهم. تخيل يا تامر. وعشان مش عارف خايفين اني عماره، ما ممكن بقى لهم ده رايح دلوقتي العمارات دي، فراحوا ضاربين الست عمارات عشان يضمن 100%.
الست عمارات اتضربوا في نفس التوقيت هم مش عارفين هو موجود ثاني واحد. ما هو مش عارف بقى هو الـ 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 الخبير بتاعهم او الجاسوس قال لهم درايح في الست في العمارات مركز القياده بتاعهم هيقعد. طب دي ولا دي ودي؟ قال لك شيل السته. اتضربت الصوره اللي بعديها بالاف 16 ايوه طبعا 80 قنبله الام كي 84 80 قنبله. وشوف بقى الذكاء الصناعي هيهبلنا على فكره. احنا في مصر هنا عاملين برضه ريسيرشز جامد برضه عشان ما حدش يفتكر ان احنا نايمين. 80 طياره القنبله بتنزل تخترق مثلا 20 سنتي. بعدها بخمس ثواني القنبله الثانيه شوف الدقه تقوم ال 20 سنتي ثانيين و30 لحد ما يوصل ال 35 متر. شوف الدقه يا تامر. والنهارده يعني زمان كان يقول لك اريا تارجت تضرب منطقه. لا ده دلوقتي انت تضرب عمق وعمق ونقطه واحده بتنزل لحد تحت. نهار ابيض. مش العماره. أيه. لا ده انت بتنزل في العماره منطقه زي دي بعد الشر يعني مش زي دي فتضرب هنا وراها الطلقه اللي وراها في نفس المكان عشان تعمل عشان عمق تستغل أطول. العمق الاولاني صح 80 قنبله. يا خبر ابيض. طبعا الصوره اللي بعد كده بتبين لنا وللاسف تم اغتيال حسن نصر الله. تمام. وحسن نصر الله طبعا ده قيمه بالنسبه لهم طبعا كبيره نفسيه معنويه قياده المعنويه الاساسيه يعني بقاله كام سنه وله كاريزما معينه فبالتالي حصل هذا الكلام. مفهوم مفهوم. طيب اسمح لي نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل المشهد خصوصا في الكلام بقى عن احتماليه بدايه غزو بري او دخول واقتحام بري للبنان بعد الفاصل. عدنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. توقفنا عند النقطة المهمة اللي كان دكتور سمير فرج بيشرحها لحضراتكم وهي المرحلة الثانية للحرب الإسرائيلية في المنطقة ومتعلقة بلبنان. وبدأنا بالقصف الجوي العسكري المكثف الإسرائيلي لأهداف ومقرات حزب الله وصولا إلى اغتيال أو نجاح إسرائيل في اغتيال الشيخ حسن نصر الله. ثم كنت بسأل اللواء سمير كلام دلوقتي عن إسرائيل قد تفكر في اقتحام بري او غزو بري ويمكن ده يمشي مع كلام الحاج قلته ان اسرائيل بتتابع نظام الفيزز او المراحل بالظبط زي الكتاب. هو احنا في حرب 73 بدانا بالضربه الجويه ضربنا ايه؟ مراكز القياده والسيطره تشيل التفكير تشيل المواصلات. هم عملوا ايه؟ البيدجز لغوا الاتصالات عند حزب الله صح وشالوا الفكر ان حزب الله ما عندوش مركز قياده تحاسبه. لغى ضرب الثلاث صفوف والرئيس. اذا زي كتاب ما بيقول. ما ده التحليل بقى صح. انت بتسمع طب ايه اللي عباره عن ايه؟ ضرب الاتصالات مركز القياده اللي هم الفكر اللي هي المخ اللي بيفكر وده اللي احنا بنعمله كقاده. لما تيجي تخطط عمليات بتضرب مراكز القياده وسلة الاتصال بعد تخش. تمام. بداوا بعديها بعد ما عملوا الكلام ده زي كتاب راحوا بدانا الغزو البري الى الصوره اللي بعديها الى جنوب لبنان. نرجع للصورة الثانية بقى اللي بعديها وهي جنوب لبنان. نشرح الأرض شكلها إيه يا تامر. ده أيام ما كان أوكرانيا وروسيا وبتاع وحتى في غزة دايما نقول عندنا كعسكريين أصعب قتال هو قتال المدن. مظبوط. وأنا مسميها المدن مقبرة الجيوش. دخل جيش ياخد مصر القاهرة ولا اسكندرية ما تنفعش. فده إيه؟ المنطقة التانية الصعبة اللي هي منطقة الجبلية. ربنا ما يوريك. أنا حاربت في اليمن ثلاث سنين. القتال في الجبال لا يطاق. فالمنطقة دي بقى الحمراء اللي هي جنوب لبنان دي منطقة جبلية. خد بالك. مفهوم. فعشان القوات الإسرائيلية تهاجم صعبة. الحاجة التانية حزب الله بيدافع في الأرض بتاعته عارف المسارب فين واخد الهيئات الحاكمه لان انت ممكن على جبل توقف ليه ومدرع ما تحركش. فاهمني؟ فاذا هنا الناس قالت طب حزب الله اتبهدل والبتاع مات لا لا في كيان موجود اتاثر بقياداته اللي مشيت اللي عندها خبره لكن الحزب موجود والارض موجوده والدفاعات موجوده فبالتالي بدليل الاشتباكات اللي احنا بنسمع عليها كل يوم وهتشوفها دلوقتي. صحيح. خلاص؟ صحيح. اول ما بدا الهجوم الارضي نقول القناه 13 قالت ايه اللي بعديها قالت الجيش الاسرائيلي
اقتحم الجدار الحدودي من مواقع مختلفة وبدأ التحرك. اكسوس بقى قالت مسؤولين اسرائيليين قالت العملية البرية مركزة ومحدودة ولا تهدف لاحتلال لبنان. دي نحط عليها نقطة كبيرة ان ليس اسرائيل هدفها المرة دي احتلال لبنان، لان اولا العالم كله ضد الكلام ده وبالذات اولهم فرنسا وما تخشوش احتلوا لبنان. مفهوم. تمام. طبعا هنشوف الصورة التانية بتأكد الكلام اللي انا قلته قبل كده. كمين منسق اسرائيل اتضربت فيه 9 جنود اتقتلوا مرة واحدة. لان زي ما قلت لك منطقة جبلية. ده في حي الشجاعية. في حي الشجاعية. منطقة جبلية دخلوا العيال موجودين انا حافظ الارض طلعوا بتاك 9. وده خسارة كبيرة. طبعا. لاسرائيل. طبعا. اللي بعديها بقى ان اسرائيل بدأت تضرب هي كمان. اوضاع حزب الله فين؟ عشان برضو نقول الناس حزب الله الناس مش فاهمه بقى ده انهار. لا لا في كيان موجود يا تامر، في عنده 3 فرق، فرقه عزيز وفرقه نصر وفرقه بدر، وزي التكتيك ما بيقول عندنا بنقول حاجه اسمها نسق اول ونسق تاني، القوات الاماميه والقوات الخلفيه ده بالبلدي بقى. تمام، حاطينها زي ما هي. والقوات دي بقى لها سنين قاعده وحفره وعامله انفاق احسن من انفاق غزه، فهمني؟ تمام. فبالتالي هتجد القوات الاسرائيلية ماهيش نزهة سهل في القتال. مفهوم. بدأت اسرائيل تضرب. الصورة اللي بعد كده ضربت اهداف لحزب الله. لو جينا بصينا هنلاقي الاهداف فين؟ في جنوب لبنان وشوية اهداف فوق اللي هي عرفوا ان حزب الله مخبي فيها مواقعها وورش سلاح بره جنوب لبنان. شوف المنظر. ايوه. برضه تخطيط زي كتاب. تمام. اخونا نتنياهو قال مش اخونا ولا حاجه، اخونا في الشر. اخونا نتنياهو قال ايه؟ هو كل مره لازم يطلع بحجه. فاكر ممر فيلادلفيا في مصر عشان يقلل الحرب ووقف ومش عايز سلام، هنا قال لك انا ايه لازم ارجع سكان شمال اسرائيل. طيب الصوره اللي بعديها بتقول لنا ايه بقى؟ ادي الخريطه. اسرائيل لها مستعمرات 30 مستعمرة على خط الحدود. الناس دي من اول الضرب مشيوا. طبعا. فالنهاردة اسرائيل عندها مشكلة. الناس دي هجرتهم وعايشين في مدن تانية وسايبين بيوتهم ومدارس. فالنهاردة نتنياهو بيتحجج انا لازم ارجع دول. فادي الحجة بتاعته في موضوع حزب الله. تعال بقى نشوف امريكا بتعمل ايه في المنظر ده كله. وانت عارف الله يرحمك يا سادات زي ما السيد الرئيس قال النهاردة، راجل ده كان صاحب حكمة وبصيرة. تمام. وقال لك 95% باللي بيتم بيان في ايد مين؟ امريكا. امريكا. طب الاحداث ايه بقى مع امريكا في المنطقة؟ نبص على الصورة التانية ودي من مجلة بريتكو. هنا بيسموا في امريكا ما يحدث الان اللي هي الليم دك او البطة العرجاء. ده السنة اللي فيها الانتخابات. السنة بقى الله ينور عليك. هم في امريكا بيسموها سنة الانتخابات البطة العرجة. حاطين الكونجرس وحاطين بطة وحتى طرف صناعي. لان ما بيقدرش الرئيس في الفترة دي يتخذ قرار مهم وحاسب لانه كل قرار محسوب عليه. طبعا. تمام. طبع. فبالتالي العملية مش 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 مظبوطة. صح. يعني كاميلا هاريس من شهر وقف منتخب انتخابي ومن عن ايد اسرائيل وندعمها ومسؤولية احنا منها وصعبان عليها الفلسطينيين اللي بيموتوا. هي قالت الكلمة دي وترامب مفيش يهودي امريكي يديها صوته. انت فاهم ازاي؟ طبعا كل كلمة بحساب. بحساب. فعشان كده في امريكا الفترة دي البطة العرجاء مفيش فيها قرار بيطلع. مظبوط. الصورة اللي بعد كده اخونا نتنياهو قال ان انا على علم ان امريكا ان اسرائيل كبايدن كاسف كبايدن انها هتخش لبنان. وهنا بقى عايز اقول حاجه. امريكا بتقول انا ما كنتش اعرف حاجه عن اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي. انا بقول لك لا لا، وانا عارف انا بقول ايه كرجل عسكري. ليه؟ قياده رئاسه الاركان الاسرائيليه في المركز بتاعها في طائم واثنين وثلاثه امريكان قاعدين معاهم خطوه بخطوه. ليه؟ مش عشان يراقبوهم، لان ممكن امريكا تخش في اي لحظة. عشان تزعم امريكا لو ايران دخلت لازم يبقوا في الصورة عادي. احنا ايام ما كنا بنحارب مع اسرائيل كان لنا طائم موجود فين؟ في سوريا.
تمام. قاعد وبيدينا الموقف اول باول. مفهوم. فما يقول لناش ان احنا ما كناش نعرف. لا انتوا عارفين، لان في ثلاث اطقم موجوده، واحد استخباراتي وواحد عملياتي وواحد لوجيستيك، قاعدين في رئاسه الاركان الاسرائيليه اتحكوا بيه على الناس، لكن كعسكريين لا. خلص. قاعدين الشفافه والموقف ثانيه بثانيه بيطلع لجو بايدن في امريكا وبيطلع للبنتاغون في امريكا. مفهوم. عشان لو تدخلوا يكونوا في الصوره يا تامر. طبعا تمام. فعشان كده ما حدش يقول ما مش عارفين. بدا بقى الكلام يتقال ايه. الله، هي ايران باعت حزب الله. تمام. ودي الكلمه اللي اتقالت في كل حته. صح. ايران ساكته. عايزين نعرف ليه. اولا ايران تعرضت الفتره اللي فاتت، قاسم سليماني ده مين اللي اغتاله؟ امريكا. امريكا ضربته وهو نازل مطار بغداد من الطياره، ركب الطياره ثلاث عربيات مسيره امريكاني ضربته. قاسم سليماني الخميني نمره واحد في ايران، صح؟ نمره اثنين قاسم سليماني عند الشعب الايراني. ما فيش بلد مدرسه باسم قاسم سليماني. مفهوم. فرغم ذلك الضرب، وكان الرد الايراني ضعيف. وهنعرف ليه بعد شويه. برضو راحت اسرائيل عايزه تنكش ايران، خلي بالك تنكش ايران. راحت ضربه القنصليه الايرانيه في بغداد وماتوا سبعه. تمام. فين كانت؟ في دمشق ولا في دمشق؟ اسف، في دمشق. برافو، انا اسف. في دمشق سبعه برضو. ايران تمام راحت رد بايك. وبعدين اخر حاجه اسماعيل هنيه اللي اختلف في شمال طهران، في طهران في البيت بتاع الحرس الثوري، بيت الضيافه. مظبوط. فكل ده انتوا فين يا كل ده استفزاز اسرائيلي لايران. ايران راحت ضربه ب 200 صاروخ على اسرائيل. تمام. الصاريخ ده يعني كانت في شنك، انما صواريخ مظبوطه. ازاي في شنك مظبوطه؟ مظبوطه لانها الراس اللي فيها طوب، لكن وصلت للهدف. خلي بالك، لان انا مش عايز اسرائيل ترد يا كمان. الحته دي مهمه واضحه. انا قدام شعبي لازم اضرب. طب انا اقول لك حاجه. امريكا قتلت قاسم سليماني، تاني يوم ايه؟ ضربوا قاعده امريكيه اسمها عين الاسد وعلى السور بره. ايوه صح. قام ترامب من شهرين وهو في الحمله الانتخابيه قال انا كنت ذكر لما قتلت قاسم سليماني، ايران اتصلت بيا وقالت بكره هنضرب عين الاسد مش هنضرب عساكركم. انت ما فيش حاجه بتستخبى. فعشان كده المره دي ضربوا بالصواريخ الفرط الصوتيه. طب ايه الصواريخ الفرط؟ الناس بتسمع بتقول لك ايه صواريخ الفرط الصوتيه؟ ايوه تمام ولا مش كده؟ طبعا. يعني عايز انا عايز افهم يعني ايه الصواريخ وايه الصواريخ الفلسطيني. ايران عندها فتاح اتنين وفتاح الاولى، ودي النهارده من ادق الصواريخ التي تصل لاهدافها. خلاص. نشوف فكرتها ايه الصوره الثانيه. يعني ايه صواريخ الفرط؟ بص يا تامر، بيطلع الصاروخ من مكانه. بيعدي الغلاف الجوي ويطلع فوق في الفضاء، انت ما تقدرش تسيطر عليه. صح. خلي بالك، فالحته المعرض فيها الاولانيه اول ما يطلع، لما بيتضرب الصاروخ من اليمن اسرائيل هتعرف تجيبه؟ الحته الاولانيه لا، طرفين في الفضاء الخارجي. الفضاء الخارجي ما فيش فيه جاذبيه، فالصاروخ بياخد راحته في الطيران، وعشان كده تبقى مسافاته طويله جدا. مفهوم. وفجاه يجي يخش الغلاف الجوي عشان ينزل فوق الهدف. من الغلاف الجوي للهدف مسافه قليله، وبيطلع 9 ماخ، فلازم تلقطه هنا وتضربه، وده للصعوبه هنا للصعوبه. فعشان كده اسرائيل لا القبه الحديديه ولا يا دوبك قالوا 3 سهم 3، وعشان كده كل الصواريخ وقعت. لكن ايران مش عايزه تستفز اسرائيل عشان ما تردش. تمام. طبعا الصورة اللي بعد كده، الأخ رئيس إيران مسعود بزيسكان راح قال لك أنا مش عايز، لا أنا بدافع عن غزة ولبنان ومش عايز حرب إقليمية. تمام. وده مهم. تمام. طيب إيه بقى الفلسفة إيران في القصة دي؟ العالم يا تامر فيه، أنا مسميه النادي النووي. أي. عبارة عن 9 دول عندهم قنابل يدوية، أسلحة نووية. أي. أمريكا، إنجلترا، فرنسا، روسيا، الصين، الهند، باكستان، بتاع اسرائيل، واخر حاجه كوريا.
صح. دول التسع دول كوريا الشماليه. كوريا الشماليه العالم مش عايز يسمح لدول لغير دول يخش نووي. مين اللي عايز نووي؟ ايران. مظبوط. وايران لو خدت النووي هيتغير كل الموقف في المنطقه. ولذلك مين اللي عدو الرئيس الاسرائيلي النهارده في المنطقه؟ ايران. لان اسرائيل اللي عندها ايه؟ النووي. مش عايزه ايران تضرب صح. النووي. فعشان كده الصوره اللي بعد كده ايام اوباما عملوا الاتفاق النووي 5+1. مظبوط. وقالوا ان ايران مش هتقصب اليورانهم وعشان ما تعملوش حاجه. جاء بعدين اخونا ترامب العزيز راح بالصوره اللي بعديها راح لاغي الاتفاق النووي وراح حاطط عقوبات على ايران شديده. مظبوط. ايران استحملت كل هذه العقوبات الفتره اللي فاتت فوق ما تتخيل. أي. تمام. نشوفها عقوبات حظر تبادل الدولار. تخيل مش قادر يشتري حاجه من بره. الايرانيان اير لاينز اللي هي شركه طيران ايرانيه كلها بالبوينج مش عارفه تشتري. الصوره الثانيه من فضلك. مش عارفه تشتري قطع غيار. صح. لان فبتشتري من خلال وسيط فيضرب في 3-4. مظبوط. عقوبات شامله على البنك المركزي الايراني. حظر توريد الصلب والمنتجات. من يعني قلب عقوبات اقتصاديه صعبه جدا جدا. طيب. وبالتالي حصل تحديات اقتصاديه في الشارع الايراني. طبيعي. اللي بيقابله. طبيعي. طب كل ده ليه كده؟ يعني انا مستحمل السنين دي كلها ما عارفين نوصل ليه ايران بتعمل كده؟ انا مستحمل 18 سنه عقوبات اموالي كلها مجمده بره. مظبوط. انت عارف امريكا كان عندها من شهرين 5 امريكان مسجونين في ايران. فامريكا دايما بتطلع ناس بتوعها. افرجت عن 5 مليار دولار لايران موجودين في كوريا الشماليه. تخيل كوريا الشماليه. شوف عشان طلع 5 فايران لها بره 120 مليار دولار متجمدين. فعشان كده ايران مستحمله كل ده عشان ايه؟ عشان تطلع النووي. حلو. تمام. نشوف الصوره اللي بعد كده المواقع النوويه اللي عند ايران. خلاص. لا احنا كده نطينا على انواع الحروب. طيب دلوقتي احنا خايفين من ايه؟ ان اسرائيل تضرب المواقع النوويه. مظبوط. ايران بالنووي بتاعها السنه اللي جايه 2025 هيبقى عندها 5 قنابل نوويه. هل تغامر وتخلي اسرائيل تضربها وتضرب المفاعلات النوويه ومستحمله وتبوظ كل اللي عمل. فهمت السكه بقى؟ عشان الناس اللي عمال تقول لك اللي بيحصل مسرحيه وايران ساكته ليه؟ لا مسرحيه. ايران النهارده بكل لو ضربت المفاعلات دي هتتاخر 5 سنين كمان في النووي. ودي فرصه اسرائيل. يعني انا لو اسرائيلي. لا ثانيه واحده عشان النقطه دي مهمه جدا. دي رد على كل الاستفسارات وعلى بس استفهام عند الناس اللي بيقول لك معقوله ايران ساكته على اللي بيحصل لحزب الله وحماس وعلى اللي بيحصل ليه استفزازها عن طريق قتل مش عارف مين وقتل مين وقتل مين والصواريخ حتى الباليستيه اللي هو بيقول لك بلاستيكيه بيهزروا يعني ويقول لك دي مسرحيه هزليه كذا. هنا بقى اذا عرف السبب بطل العجب. ان انا عايز ايران عايزه توصل لسنه 2025 اطلع الخمس قواعدها سليمه سمين. فالنهارده لو حصل كده هتضرب. طيب نشوف الصوره بقى الثانيه بتاعت انواع الحروب. دي نقطه مهمه جدا جدا. ما ايوه صعبه. اصل كانش في منطق للكلام اللي كان بيتقال ان هو اتفاق ما بينهم وهزار ومسرحيه. مسرحيه ايه؟ لا ما فيش مسرحيات. انما ايران هذه العداوه دي ليها امر له علاقه بالسياده بتاعت الدوله ولكن برضه الشعب مش داري. صح. يا فلان ده اتقتل. ما عملتوش ليه؟ بس في النهايه في مصلحه الدوله عليا. مصلحه الدوله عليا هدف. مشروع النووي لازم يكمل. لازم يكمل. لان لو ايران خدت النووي. انا هديك مثال. اتفضل. افرض ايران بكره عندها نووي. او بلاش قبل النووي. لو دخلت على دوله من دول الخليج وخدتها. العالم هيقوم هيعمل كوليشن زي العراق. صح. ويضربوها. لكن لو ايران خدت النووي ودخلت اي دوله من دول. هيعملوا لها ولا ما حدش هيتكلم. لان عندها صواريخ توصل لحد ايطاليا. وعندها النووي. النووي بيغير الموازين. الله ينور عليك. مفهوم يا باشا. فهمتني بقى؟ مفهوم. فعشان هي عايزه يبقى عندها نووي واسرائيل مش عايزه يبقى عندها النووي. تمام. غير بايه؟ اقفل على كده. هي اللي انت قلته ده بالحلقه كلها. خلصنا الحلقه. طبعا خلصنا. لان كمان احنا استعرضنا تفتيش الحرب فكان مهم جدا ان احنا نشرحه للساده المشاهدين. بحييك وبشكرك ويعني انا بتهيألي ان المعلومات الاخيره دي بس اقول لك حاجه. احنا كلنا قاعدين مستنيين بكره الصبح او بكره او بعده.
لو اسرائيل ضربت ايران ايران لو ضربت المفاعل النووية هتبقى حرب اقليمية في المنطقة، فاحنا مستنيين. لو اسرائيل اتهدت وضربت اي كلام وتمشي الامور زي ما كانت. فكل يوم احنا مستنيين هيحصل ايه الليله دي. ربنا يستر. شرفتني ونورتني، ودايما بنستمتع وبنستفيد من خبره حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا.